وهنتكلم النهارده عن نوع جديد من الكلاسز اللي انتشرت مؤخرا في الجيم سنترز، وهي الجامبينج كلاسز. يعني ايه وهتفيدنا في ايه؟ هنعرف كل ده مع كوتش ايه الشرقاوي، مدربه لياقه بدنيه. منورانا يا كوتش. هاي حبيبتي، ايه الاخبار؟ هو مش جديد، يعني هو قديم بس هو منتشر مؤخرا. طب انا عايز اعرف بقى اصلا يعني ايه جامبينج كلاسز، وليه اصلا انتشر مؤخرا؟ هو الاي جامبينج كلاسز هي بتبقى ترامبولين صغننه كده، بس هي فور فيتنس، بتبقى انشف شويه من الترامبولين العاديه اللي احنا متعودين عليها يعني. فبنعمل عليها جامبنج بتكنيك مختلف شويه، بره بيسموها ريباوندنج، بيسموها حاجات كتير، هي كذا اسم يعني. بس هي عندنا هنا اسمها جامبنج صرف على ترامبولين صغننه. ايه السؤال التاني؟ مش فاكره، قولي لي. عايز اعرف اصلا ليه مؤخرا انتشرت؟ بجد هي انا السؤال هي ليه ما انتشرتش من زمان بالظبط، يعني كانت فين؟ هي عسول قوي، هو حلو قوي فعلا. بجد هو الجامبنج قمر عسول، دمه خفيف قوي و بيطلع الستريس بقى زي الزومبا والحاجات دي. فانتي يو سو ماتش هابير وين يور جامبنج اند يور فلاينج، بيكون عسل قوي. فهو طلع ترند، هي جت صدفه يعني، انا ما اعرفش مؤخرا كده معايا انا جت صدفه. ما يعني هو فيديو اتعمل فانتشر شويه، وبعدين بعديها بقى خلاص اتشهرنا يعني، فبقى منتشر في كل الجامبس. بس هو عسول يعني بصراحه، جميل قوي. انا بحبه. طب انا اصلا عايز اعرف، هو ده نوع من انواع الرياضه ولا ده اصلا تمرين؟ لا هو فيتنس، يعني هو بيعمل ايه؟ هو بتاع فيتنس، هو فيتنس يعني، هو فيتنس كوردينيشن. اوقات بنلعب طبعا على اور ابس، اور كور ولور بودي وكده، بس استغنى بيه عن الجيم؟ لا 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 خالص، مفيش حاجه ممكن في العالم ممكن استغنى بيه عن الحديد يعني. صح اكيد. طب ايه الفرق بينه وبين الرياضات الثانيه او الرياضات العاديه؟ هو هاي انتنستي شويه. انا عارفه ان هو شكله من بعيد كده تحسي ان هو عسول. ايوه انا راح شديد هو بيبقى هاي انتنستي شويه، ف ده اللي هو بيميزه، ان انت مش بتحسي قوي بالمجهود عشان انت يو هافينج سو ماتش فان. صح. فانت ما بتحسيش اثناء التمرين، مش بتحسي. جربتي قبل كده؟ لا للاسف، بس نفسي. يلا والله يلا بينا بعد الحلقه. ماليش مشكله، انا كل يوم بنط. انت كل يوم ده مش انرجي كتير قوي ولا ما عادي؟ لا هو اكيد جسمك على حسب ما يتعود بقى. فانت وانس يور باشنت اباوت سمثينج خلاص بتعمليها بكل حب وكل ده. انت يا كوتش ده الكلاس بتاعك؟ دول صحابي. دول صحابك؟ مش اللي بتمرنيهم؟ لا يعني بمرنهم بس هم بقوا صحابي. بس هم صحابك. ايوه حبايبي. هو اصلا انتشر امتى النوع ده من الرياضه؟ والله انا دخلت الفيتنس كوميونتي مثلا من 2018، هو كان موجود. كان موجود. بس انتشر امتى؟ انتشر بعد انا يعني انا بقيت كوتش مثلا 2018. بقى لك قد ايه تقريبا؟ 8 سنين. واو. من حوالي مثلا 3 سنين بس هو تعرف وانتشر. صح. بسبب الفيديوز والحاجات دي. بسبب الفيديوز. هو السوشيال ميديا قويه جدا بالظبط، تنشر اي حاجه. ترو. طب انا عايز اعرف بقى اشمعنى الجامبنج، يعني ايه اللي خلاكي تتجهي للموضوع ده بالذات؟ صدفه. بمعنى بقى يعني انا كنت رايحه عادي اخد كورس معين ما لقيتوش، فاخدت فقالي كده، فقلت بدل ما انا هاخد فلوس اصرفها في اي حاجه، فانا ممكن عادي ادفع اللي موجود فما اجرب. أيوة. يعني إيه غريبه دي يعني. يعني ما كانش في بالك خالص؟ لا خالص. رحتي كده سبحان الله. لا لا وسقطت كمان قبل الامتحان. بس انا مثلا من يعني السنه دي انا بقيت انا اللي بدرس الكورس. ايوه ايه ده بجد؟ يعني يعني سقطت اول مره وبعدين دلوقتي مفيش حاجه مستحيله. لا ما اعرفش، بس انا حبيته يعني الموضوع مع الوقت كده. اي لافد، بدات اشتغل على نفسي واعمل كوريز لوحدي واتمرن لوحدي وكده، بعدين بدانا بقى نطلع الحاجات دي قدام الناس، فبتبقى عسل قوي الصراحه. طب الجامبنج كلاسز دي ليها علاقه بالصحه النفسيه؟ طبعا الفيتنس كله ليه علاقه بالصحه النفسيه. صح. هو ساينتفكلي بروف ان احنا وانس ان احنا بنتمرن اصلا يو فيل سو ماتش بيتر. يعني في ناس كتير تقول لك انا مش هتمرن عشان ام نوت فيلينج جود، فلما ابقى كويسه هتمرن. لو اتمرنت هبقى كويسه. العكس مش. فطبعا التمرين خطير، الاندرفين بقى والهرمونز دي كلها بتطلع في السماء وانت بتتمرن. طب انا عايزه اعرف برضو الجامبنج كلاسز دي يعني امتى اقول انا عايزه او لازم ابدا جامبنج كلاسز؟ يعني مثلا يعني ليه اروح اصلا اتمرن جامبنج كلاسز؟ هو انت لازم تتمرني في المجمل. أوه. يعني في العادي لازم اتمرن. لو انا حبيت اجرب حاجه training. جديده واي نوت يعني. لا ليه؟ ما هو ده برضو فيتنس. ما انت ايفن ده نوع من انواع الكارديو. صح. طبعا الويت تريننج والكارديو مع بعض هما جزء لا يتجزا من بعض. فهو بس ده في ناس اللي هو كارديو عادي في الجيم، وفي ناس بقى اللي هو الكلاسز والحاجات دي. الكارديو في الجيم اللي هو ترين ميل ولا بالظبط. صح. لو يلا بقى عايزه اخلص بالظبط. انت ممكن تيجي تتمرني ويو هاف سو ماتش فان از ويل، برضو مش بس تعملي الفيتنس بتاعك او الكارديو وانت زهقانه. لا بتعمليه بحب وانت مبسوطه.
مبسوطه عن سؤال. ولما يكون في ناس برضو بيشجعوكي ان انت تحضري على طول صح؟ لا طبعا انا من غير الناس بتوع الجيم دول يا جماعه يعني البلاسينجز ماي بلاسينجز في الجيمز هو الناس اللي عرفتهم منه طبعا اكيد يعني هاي فايف. طب اي حد ممكن يتمرنه ولا لازم ليفل معين من اللياقه يكون عندي؟ لا كبيجانرز ممكن اي بيجانر طبعا لو ما عندوش مشاكل صحيه زي القلب والحاجات دي ما ينفعش، صحيه او اصابات مزمنه حاجه ركب ظهر طبعا ما فيش حاجه اسمها حوامل الحاجات دي كلها ممنوع طبعا كلها مستحيله مش ممنوعه بس لو انا ما عنديش مشكله اي مشكله خالص عايزي لا اتمرنه بكل بساطه حتى لو انا اول مره طلعت على الترامبولين كنت في كورس ما طلعش قبل كده ولا مره كنت بجيت سيرتيفايد اللي هي المره اللي سقطت فيها ايوه فا ات هابنز عادي فاي حد بيجنر ممكن يطلع عادي.